الحمد لله الحمد لله صوصو ايه كارل اسألوا كوا ما الحلقة تقول ايه ليه كارسا الصوت الله يرد عليك وين فرسي وهي الأوريان أوريان بني الأوريان ايه ذاك شيخ مربلاوي وهو المحسنين ويقولوا ما يرد حمر كارو والله ما يرد عليك عارف مادي إني كان السوكري أنا مرة يا ليت يسمي هذا يا عبد الرحمن الرحيم راعي وراح أتكلم عليه أنتي غادي دهوك كذي في واحد كامر يا ريقول يوم ثاير بارلس كا شيء أول هذا اللي هي أحمد في القرآن كوفي إذا نشأ قرآن وسمعنا كل ولد نتيا قرآن كوفي اللي هي وحول أحمد في القرآن حليش يعني مزبوط يعني ثاير سكان بلاد ما هذا سكان بلاد نحن لسنا في وين ينتهي رام بقى في راهي نور في البرين في راهي وحوي ليش كده قاضو بس يونا كتبوا نقول كامر يا لي يا دول يقول ينتهي هاي في هذه جسنا تبا حضرن ونسمع هذه الصوت هذه شيخ أنا كان بسيو وحوي أنا هو الكوب راهي وما هذا أحمد سي نجح أنت محاولتك حقيقتك أنت هرجيس في السوق هذا حقيقة على السوق بدي أتكلم بين نتح عن السنة سنة ثالث المسمى رياض الله من علاه شاع مرة ترى الفلوس ومرة إن تسال عف ما ضيع هذا مدرسة سيارة في الأولى مدرسة سيارة في الأولى يوم ما أنت لازم ما تعرف ما تحس قال فريسة من أخوين هالكلمات في اللي مكتوب وشوف الكويت إلهي بما هذا الطبيب سن لقستي إلهي بما هذا استكنا لها حفظ يا ولدي أنت كل منا لها حق بكم مرض سودان أنا وحلا أي وش أفلاس أنا كمان ما هي لها شيء غير مو كذي غي أستمر ما تو فطر أرقى وحكم من ما تو حكلاه ما شاء الله أقبل الدولة أما هبطنا ثامة هيرات والله يا قلبي dadka muslimiinta shati dowlad ka qaaday ee waxay gudoontay inaad yaray ee lacagta adigu waa ka qaada anaba siya inta arag ka jeedan ma inta marka anta adiga iskale min qabso wala ka qabso Allahu akbar adiga iskale masha Allah shati shati يا سلام 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 يا سل
يا سيدنا يا ابا. الحمد لله الحمد لله. صوصة ايه كالي كوامان حليك تتكلم.